رد فعل غير طبيعي على السوشيال ميديا عليكي تحديدا وعلى كلكم بصراحه، بس انت كده في اسم الطرف قويه بتاع سبب. كلميني عن رد الفعل كده اللي بيحصل. والله انا مبسوطه برد الفعل ده، لان انا برضو بعمل المره دي حاجه مش نفس يعني هي ام اي نعم، بس مش نفس الامهات الثانيه. يعني هي ام شديده ومن بره تحس انها شديده، بس من جوه في حنيه. بس هي يعني عارف بقت عامله زي الصعايده كده اللي عايزين ياخدوا طار ابنهم، يعني الاول يعرفوا ابنهم فين عشان يدفنوه، ياخدوا طارهم الاول بعدين يدفنوه. ففي مشاهد اللي هي بتاعه المقبره لما بتفتح وعايز تنزل تقعد في المقبره تحت وبتاع هي وابنها. فيعني انا مبسوطه ان انا بعمل حاجه مختلفه بجد. انت المشهد ده كمان والشغل ده عملتيه ازاي ونفسيا بقى كمان؟ والله نفسيا انا كنت يعني عارف انا اصلا المقابر انا بخاف منها اصلا، بس ايه، بس انا طبعا ايه دي ادت اتموسفير تخليك تعمل اللي انا عملته. يعني اللي هو انه انت في قوه قوي ان هي لا، يعني بيقولوا لها انت هتنامي في مقبره انت والولد صغير، قالت لهم ما اسمهاش مقبره، اسمه بيت ابني، ولغايه اما تلاقوا اللي قتلوا اسمه بيت ابني مش اسمه مقبره. نزلتي بقى و انت جسمك اشعر بس افتكرتي. بس انت خد وقت قد ايه اصلا كمان منك شغل؟ لا خد وقت مش بطال يعني، خدنا كذا ساعه بس عملنا طبعا حاجه حلوه الحمد لله. استاذ يوسري اي حد معاه صراحه بيبقى مختلف، لان هو له ملحوظاته وله توجيهاته اللي هو يعني حاجه هو عايز يعمل حاجه برده مش اللي هي الام العاديه، مش الام اللي بتعيط وخلاص مش عارفه ايه، او حنيه موجوده بس حنيه داخليه، لكن بره هي قويه. فيعني الحمد لله. وفي مشهد تاني كمان لما بتطلع تشوف ابنها ومفروض انها تقول انه مش هو، انه ده مش ابنها، فده برده كان الناس كلمت عنه الحمد لله. نورب اهلها يمكن كان واجه ازمه كده قبل ما يتعرض ودعاياته اتشالت من على شاهد، وحسن الناس كانت هتخسر كتير طبعا. طبعا لا احنا هنخسر فنيا كتير ان ده ما يتعرضش بجد. يعني المسلسل حلو وكان لازم يعني انه تتحل المشكله ويتعرض، فطبعا الحمد لله انها اتحلت. يعني في كواليس الموضوع كلمته باسم سمره مثلا ودمتو؟ انا ما بكلمش حد يا عم. انا مش دعوه يا عم انا بس بدعي لهم ان الازمه تتحل، بقعد ادعي في بيتنا والحمد لله اتحلت. طب بيني وبينك حسيت انه قعد افرت من باسم شويه؟ بص كل واحد الناس مش سامعه. لا مش سامعه خالص الحقيقه. لا بس انا عايزه اقول لك كل بني ادم له رد فعل. يعني ما انا ما رد فعلي هيبقى غير رد فعلك، هيبقى غير رد فعل حد تاني، فانا ما اقدرش احكم على حد مثلا له رد فعل معين. بس هو تدارك الامر الحمد لله والدنيا عدت الحمد لله. خدمك انه على شاهد او منصه، ولا شايف انه لو كان على ام بي سي بقى نفسها كان الموضوع هيبقى نجاح اكبر من كده بكتير؟ طبعا هو انا مش عارفه، هو الناس دلوقتي عمالين يقولوا ان المنصات المستقبل ليها كويس، بس انا لقيت ان فعلا الناس بتتابع المنصات كويس قوي. بس هل هتغطي على التلفزيون بقى؟ يعني انا سالت مره السؤال ده لسه مش عارفه، بس انا كان متهيألي ان محدش قوي هيشوف المسلسل زي ما لو كان على التلفزيون نفسه.